السلام عليكم ومرحبا بكم في شهيوة جديدة من شهيوات أم أنس. اليوم جيت وجبت لكم هذه الوصفة الخطيرة كي حمقوا عليها الأطفال الصغار وطبعا حتى نتوما اللي كبارين غتعجبكم بزاف وغتحمقكم، وهي مكرونة بصدر الدجاج والصلصة البيضاء اللي ما متعودينش كنعملوها دائما. دائما حنا كنعملوا مكرونة أو كنعملوا سباغيتي بالصلصة الحمراء المعروفة أو بالكفتة. فاليوم جبت لكم هذه الوصفة، ها هي غتاكلوا صوابعكم وراها. المهم جربوها وردوا عليا في التعليق، التعليق ديالكم طبعا كيهموني بزاف وكيف فرحوني طبعا وكتشجعوني دائما. شكرا لكم بزاف، كتشجعوني دائما باللايكات ديالكم وكتحفزوني دائما نبحث لكم عن الجديد. فالمهم اللي بغات تعرف، ما نكثرش عليكم، اللي بغات تعرف الطريقه والوصفه ما عليها تبع الفيديو من الاول حتى الاخر. اللي كزورني طبعا لاول مره وكيزور القناه ديالي فانضم للقناه بالضغط على زر الاشتراك سابوني او سبسكرايب باللون الاحمر، وكذلك فعلوا الجرس جانبه باش تبقاو تصلوا بكل جديد وبكل حاجه كنعملها جديده. بارطاجيو الوصفه اذا عجبتكم باش تعم الفائده بيناتكم. مابقى لي خوتي الا نقول لكم نخليكم ان شاء الله مع الفيديو والمقادير، وكنتمنى لكم كيف ما العاده فرجه ممتعه. فبالنسبه للمقادير ديال هذه الوصفه اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا صدر الدجاج ما يقارب 400 غرام حتى 500 غرام. اللي عندها صدر الدجاج تقدر تستعملو، اللي ما عندهاش تقدر تعوضو كذلك بالكفته اي اللحم المفروم. عندي هنايا 3 ديال الماطيشات صغارين بزاف كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا المعدنوس اللي كان معدنوس او القزبر. عندي 3 ديال الفصوص ديال الثومه اي دراز ديال الثومه. عندي هنايا بورو وعندي هنايا بصله، يعني بصلة تكون كبيره، لكن الا كانت صغيره فكتستعملوا جوج. عندي هنايا قشده طريه فغتكون اليوم ان شاء الله الاكله ديالنا بالصلصه البيضاء. وعندي هنايا الجبن ديال البارميزان، وفي الثلاجه باقي عندي الجبن ديال الموتزاريلا فما بينتوش، في النهايه غادي نبينوا لكم ان شاء الله. اللي ما عندوش البارميزان فاستعمل الموتزاريلا فقط. وعندي هنايا هذا النوع ديال ماكارونيس او ليبات بيني او مثلا تقدروا تستعملوا سباغيتي. مهم ماكارونيس اللي عندكم او ليبات اللي عندكم متواجدين، فانا ان شاء الله نستعمل هادو هما. بالنسبه للتوابل فما نحتاج توابل بزاف، فقط الملح والابزار. صافي، من بعد ما قطعت صدر الدجاج الى قطع صغيره بهذا الشكل ها هو، غادي نعمل زيت نباتيه. اللي بغات تستعمل تخلطه فبالامكان ديالكم كذلك تخلطوها. عندي هنايا في واحد المقلاه غرقه كما كتشوفوا معايا، غادي نخلي اللحم ديالي او صدر الدجاج يتشحر واحد شويه، غادي ندوز نقطع البصل والبورو. بالنسبه للبورو اللي ما عندوش سميتو بالالمانيه بوغي فيقدر يستغنى عليه تماما، فهو صراحه كيعطينا واحد المذاق جامع ما بين البصل والثوم. غادي نجيب الثوم كذلك غادي نقطعه مع الربع، هي غادي تقطع الى قطع صغيره بهذا الشكل هذا. صافي، من بعد ما انتهيت نتقطع كل الخضر اللي عندي، ماشي شي خضر، المهم البصل الربيع والثومه وكذلك البوغي، فغادي نسبق طبعا بالبصل بهذا الشكل ها هو. كذلك هذا البوغي ها هو. فدابا غادي نقوم باضافه الملح، الملح الكافي. وغادي نغطي عليهم المقله ديالي حتى تشحر لي البصله وصدر الدجاج. عاد غادي ندوز نزيد هاد الماطيشات الصغار، غادي نزيدهم هيدا مكملين او نقسمهم على جوج، وغادي نزيد ديك الساعه ربيع والثومه. غادي نزيد دابا الربيع والثومه، غادي
غادي نزيد الفلفل الاسود. انا الفلفل الاسود عندي مخلط مع الفلفل الحار مع الشيلي. واحد الحاجه نسيتها، كان عندي في المجمد الشامبينيون كيف ما كتشوفوا بجميع الاشكال ديالو، فاللي عنده الشامبينيون الطريفه بالامكان ديالها تستعمل الشامبينيون في هذه الاكله، هي كتجي صراحه رائعه جدا بالنسبه للناس اللي عايشين هنا. هذه هي الباكيه ديالها، فاينل بيلس ميشونغ، يعني بيلس ميشونغ يعني في جميع انواع ديال 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 الفطر. فغادي نعمل هذا الفطر، ها هو بهذا الشكل ها هو. فانا نسيتو تما بعد طاح لي على بالي، هو دغيا كيطيب هذاك ديال المجمد، اللي كيكون مجمد كيكون اصلا طايب نص طايبه. صافي دابا حان الوقت باش نزيد القشده الطريه. بالنسبه للناس اللي عايشين هنايا اللي بغاو يعرفوا مين كنشريها، فهذه فيها 500 مليلتر عمليه وكبيره، يعني عوض ما تشريو ديك الكيسان الصغار كتشريو هذه كبيره، كتبقى لكم في الثلاجه لمده طويله، كتخدموا بها فوقاش ما بغيتوا. المهم شريتها من غيفو. غادي نعمل ما يقارب كاس عنبه مملوء جيدا ما يعادل 160 مليلتر. احنا اليوم غادي نعملوا الصلصه البيضاء، غادي نعمل الجبن ديال البارميزان، فهذا هو كذلك عملي كيف ما كتشوفوا، يعني كنطحنوا غير هيدا كنبقى ندور وكيخرج بهذا الشكل ها هو. فاللي ما عندهش بالامكان ديالها تستغنى عليه، فهذا كيعطي للصلصه ديالنا البيضاء واحد النكهه رائعه جدا. غادي نخلط الكل جيدا. صافي غادي نخلي حتى يطيب لي الشامبينيون، فصافي الكل طايب. غادي تشرب لي شويه الصلصه وغادي ندوس نطيب لي بات ديالي. كيف ما كتشوفوا انا وجدت هنايا واحد الطنجره صغيره فيها الماء طايب، غادي نزيد فيها القليل من الزيت، كذلك القليل من الملح. صافي تيغلي الماء جيدا غنرمي فيهم لي بات، مي غادي يطيبوا لي. غادي ندوز ان شاء الله نوري لكم العمليه الاخيره باش ندخلهم للفران. فكإضافة اخرى كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، عندي هنايا واحد النبته ديال الحباق، يعني هي عندي الانسان يخدم بها، اللي عندهم توفره فقط، اللي عندهم توفره يعني ماشي ضروريه، فكتعطينا صراحه واحد المذاق مزيون كتواتي الشامبينيون والصلصه البيضاء طبعا. فغسلت واحد الكميه ديال الحبق، فما غادي نقطعهاش، غادي نعملها هكذا وريقات كبار، يعني غادي تدبل وغادي تولي لي بحالها بحال السبانخ، كتعطي واحد المذاق رائع جدا. كذلك غادي نعمل فيه لي بات وصافي. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما طابوا لي بات ديالي صفيتهم الماء، وتحدث لي واحد المقطع، عفوا تحدث لي واحد المقطع زيت القليل جدا، فقط نقول لكم تقريبا 30 40 مليلتر ديال الماء فاش طابوا لي بات. فغادي نعملهم واحد 5 دقائق يتشربوا لي واحد شويه، يعني نقلبهم واحد شويه في هذه الصلصه البيضاء. عندي هنايا المول اللي غادي ندخل الفران، كيجي بهذا الشكل وبهذه الطريقه، طالعه من واحد الريحه يا سلام، غادي يحماقوا عليها الاطفال ديالكم، غادي يجربوها ما غاتنبغوش. فغادي نستعمل مره اخرى، شويه ديال الجبن البارميزان كيف ما قلت لكم اللي ما عندهاش تستغنى عليه. فصافي دابا غادي ندخله ان شاء الله الفران. صافي حيت كلشي طايب غادي يتحمر لي الجبن من فوق وياخذ لي واحد الطبقه تولي لي واحد الطبقه مقرمشه ذهبيه لون ذهبي. صافي غادي نجبدها ونوريكم ان شاء الله طبق التقديم النهائي.
صافي أعزائي الكرام، هذه هي الوصفة ديال اليوم، مكرونة بالصلصة البيضاء وصدر الدجاج وبطبقة مقرمشة من الفوق، فصراحة كتجي رائعة. غير جربوها ضمانة مني غتجي كتحمق، غيحمقوا عليها طبعا الأطفال ديالكم يعني الصغار والكبار طبعا، وبدون تعب يعني غتلقاو حل يعني للمكرونة. احنا دائما كنعملوا مكرونة غير بالصلصة الحمراء، فعلاش لا قلت اليوم نجيب لكم الجديد، يعني هذه هي كيعملوها بزاف في المطاعم الراقيه. فصافي اللي عجبت الوصفه ديال اليوم فيخلي لايك للفيديو، اللي كيزول القناه ديالي لاول مره فيخلي اشتراك بالضغط على زر الاشتراك، سابوني او سبسكرايب باللغه الانجليزيه، وفعلوا الجرس جانبه باش تبقاو توصلوا بكل جديد وبكل حاجه كنعمل جديده. ومقال لي خوتي الا نقول لكم شهيه طيبه وللفرصه القادمه ان شاء الله. باي باي.